السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأخيرة من سلسلة إنهاء الكتاب في أسرع وقت. طبعا تركيزنا على نقاط الضعف، الحلقة هاي راح نتكلم فيه عن مناطق راح نضرب فيها الخصم مباشرة، يعني ممكن يسقط فيها لو كانت الضربة قوية. الضربة لازم تكون بالمناطق الحادة، مثلا أصابع من هون، الأصبع بهذا الشكل، شوف رفعت أصبع بهذا الشكل ماشي، او مثلا في الكوع، لو مثلا ضربته في الكوع، طبعا هاي زي هاي القبضه ممكن مثلا نضربها مثلا في المنطقه هاي، مثلا زي هيك مثلا في العضله اللي حكينا عنها في احد الحلقات، من هون على خط مستقيم مع الحجاب الحازل لورا مثلا تيجي فيها ضربه غرز، هاي كثير ممتازه، يعني مباشره بتاثر فيه. طبعا راح احكي نقاط عامه في الجسم وين ممكن تضرب الامام، ركز على النقاط الاماميه دائما، لان الاشتباك بيكون الامام او التسعير اللي نحكي من الامام، صعب انك تجي له من وراء. تمام، تابعونا نبتدي. طيب نبتدي بالحركات او الضربات، وين نقاط الضعف اللي نشتغل عليها. اول شيء عندنا نيجي مثلا في الوجه نضرب الضربه هون، شوف الضربه الجانبيه هون، ضرب هون او ضرب هون، اي طرف بارز بجسمك، سواء ضربت بالاصبع بهذا الشكل تمام، او من هون بطرف بارز او بالكوع، الضرب هون، الضرب خلف الاذن تمام، خلف الاذن مباشره، الضرب هون اللي هي المنطقه هاي، او الضرب على قاعده الانف، على الانف نفسه، طبعا هذول الشغلات اللي كثير مؤذيه، او تحت العين شوي تمام. هذا بالنسبه للوجه. نيجي لو مثلا في ضربه هاي نتعلمها، لو ضربت مثلا بشكل جانبي على المنطقه هاي تمام، المنطقه اليمين او اليسار، ضربت بقوه راح تتخدر ايده، البطل يقدر يشيلها تمام، لو ضربتها بقوه هاي وحده. نيجي هون الترقوه كثير ضعيفه، لو ضربت الترقوه بوكس او اي طرف حاد على الترقوه اللي هي المنطقه هاي العظمه هون، برضه كثير مؤذيه، ممكن تكسر بسرعه هاي تمام. ننزل من هون على الصدر تمام، في الدائرة بنص فوق شوي، شيء بسيط بوكس تمام. تنزل هون على رأس البطن، رأس البطن لو ضربت مثلا الخصم على رأس البطن أي لكمة راح ينزل مباشرة تمام. نيجي للجهة الشمال أو اليمين، نيجي على عضلة الباي، لو مثلا اشتبكت مع زميلي أو مع واحد وضربته ضربة خط مستقيم على الباي، مباشرة إيده راح تنتخي، ما راح يقدر يشيلها تمام. ننزل لتحت للنص، شوف تساعد بالنص، لو ضربنا في المنطقة الداخلية أو من هون، يعني الطرف الداخلي مش الطرف الخارجي، ضربت هون راح يعني تحتاج قوة أكبر تخدرها من جوا من هون، مثلا في حال مثلا لو طعني مثلا طعن زي البوكس أو طعن مثلا في الجامب، واحد ضربت هون شوف بهذا الشكل تمام؟ لو كان مثلا في ناس مضروب في البوكس بشكل جانبي، واحد مثلا ضربني رحت ضربت هون بهذا الشكل على المنطقة نفسها بالنص تمام؟ بالنص راح يتأثر مباشرة، راح تتخدر ايده، ما راح يقدر يحرك ايده تمام. ننزل لتحت كمان، حكينا في احد الحلقات الجوانب من هون تمام، جوانب اللبس لو ضربنا عليها كمان حينزل الخصم تمام. ننزل على المحاشم، ضرب او مسح كمان نفس الشيء، لو نزلنا لتحت الفخذ شوف بنص الفخذ من هون، اجى ضربة حادة او مثلا ضربة بشيء حاد واحد، او مثلا في الكوع مثلا هون، او في الركبة ماشي، في الركبة اجت وين؟ بنص الفخذ مباشرة، راح تتشنج العضلة، راح يصير الرج ما راح يقدر يمشي عليها، راح تأثر على حركته. الفخذ من جوا من هون حكينا ماسك، ممكن كمان لو ضربتها ضربة قوية كمان نفس المبدأ راح يصير يعرج عليها. ننزل تحت طرف حاد تمام؟ بالبوكس بالأصابع من هون، شوف البوكس بهذا الشكل، أو الأصابع من هون أو الأصابع من هون أو الكوع من هون، ضربنا أو في الرجل واحد ضربنا وين؟ من جوا، شوف من جوا تمام، على القصبة بس من جوا، شوف في الرجل واحد طرف حاد مثلا، اشتبكنا أجيت تحت ماشي؟ مفهوم؟ أي ضربة كانت على المنطقة هاي تحت راح مباشرة يتأثر سريع. نيجي المنطقة الأخيرة من هون، واحد شوف في القدم، في القدم لو مثلا اشتبكت دعست عليها بقوة، صار أي طبعا لها حالات معينة ضمنها مثلا ضربت راح يتأثر مباشرة. وفي آخر شيء راح نضيفه شيء أساسي اللي هي من هون الأخير تمام، هذا اللي بعده، أجى عليه كمان ضربة لتحت مباشرة يتأثر، يصير يعرج عليه تمام، الأخير اللي هو من هون تمام. نشكركم على متابعة الفيديو
ونتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا شير لاصدقائك. لا تنسى الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب فهد المهر، سواء كتبتها في العربي او في الانجليزي راح تظهر عندك على الشاشه على الواتساب. اي شيء اي سؤال اي تعليق تقدر تكتبه اسفل الفيديو او تعمل لايك على صفحتنا على الفيسبوك قوه صحتي. عندك مجموعه خيارات، اي شيء ست صالح احنا جاهزين. واي سؤال اي تعليق ان شاء الله احنا جاهزين نتركه تحت اسفل الفيديو. وتابعونا في السلاسل الاخرى ان شاء الله، وحاولوا انشروا السلسله.